أهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبد الدير، مرة أخرى عدنا إليكم مع خويا عبد العالي. المجازر القديمة والحيمودة معروف غني على التعريف، الحرفة وارشين على والديهم وعلى جدودهم. خويا عبد العالي، بقى لك التقليد، بغينا نعرفوا الحقيقة ديال الأشمينة اللي دايرة في السوق والتقليد عليك أخويا الكذب. حاليا أخويا الأشمينة اللي كاينة حاليا كيف ما كنقول، ماشي شي واحد يجي يقول لي راك قلتي 65، دابا كاينة خويا الحقيقة كاين السردي 65، فردي 65 درهم. كندوي لك على 62 الحليب بركي، كندوي لك على السردي 62 الحليب. اييه والسردي تقدر تاخذه جامع دابا ولا سداسي، تقدر تاخذه قل من الثمن، يعني تقدر تاخذه 62 63 60 درهم حتى مع من تلاقيه. هذا الثمن اللي كاين دابا. البركي الثمن ديالو اخر ثمن ديالو 60 درهم، حتى هو على حساب الوزن والحجم ديالو وداك الشيء. كاين الاغنام ديال السبليون، انت ومن تلاقيتي تلاقيتي مع شي واحد كدوز عليه في السردي، تلاقيتي تقدر دوز حيت بيضاء اللون ديالها ابيض، تقدر دوز مع السردي، تقدر دوزها مع البركي، ما كتقولش لي راه ديال الصبليون. شوف ما عندكش السلعه؟ لا ما عنديش، ما جبتهاش. ما ديرهاش عاد؟ لا ما جبتهاش، ما اقتنعتش بها، ما جبتهاش، ماشي ما ديرهاش. اش دير الثمن؟ علاش اول حاجه خاصني نجيبها كانت ناقصه في الثمن، خاصها تكون قل من البركي وقل من السردي. هي الثمن ديالها كتباع، الثمن ديالها كيتباع 60 درهم فما فوق، ما بين 60 و 65 درهم كيف ما قلت لك. لا جا شي واحد بغى السردي وقبل عليها راه غدوزو ليه بسردي، فهمتيني ولا لا؟ هي الثمن ديالها اول حاجه لو بغيت نجيبها خاصها تكون ناقصه في الثمن، تكون ب 45 درهم ب 50 درهم غنجيبها اللي بغاو غنكتب الثمن. اغنام اسبانيا 50 درهم، باش بنادم غيغلف راه غياخذ واحد المنتوج اللي هو مستورد ب 50 درهم، ولكن لحد الان راه نفس الثمن، لا مضطرين ما نجيبوهاش، لكن نفس الثمن اللهم الاغنام ديالنا. وهي راه باينه، راه الشكل ديالها راه باين، غتلقاها بيضاء وقصيره واللون ديالها ابيض ومتزوزه، ما عندهاش الصوفه متزوزه، وعندها واحد شويه بحال اللي كيعرف الماركه ديال واحد النوع ديال المينوروس بحاله تماما. فيها الزغب هنايا وهنايا وهنايا، راه باينه، شوف باينه داخله على الاغنام ديالنا، ما تحتاج شي حاجه. نقول لك كليتها نكذب عليك، لا كليتها ملي ناكلها غنعطيك الشهاده ديالي. ما كليتهاش باش نقول لك. شنو يقولوا الناس؟ كاينه فيها الجوده زعما من ناحيه. نقول لك شي حاجه نكذب لك، خاصني نجرب. الناس كتعرفتي هذا الشيء كيضرب شي. راه كيف ما وقع في الابقار البرازيليه، الكسابه كيضربوا في المستورد، والمستورد كيضرب في الكسابه، هذاك كيقول لك عيان والاخر كيقول لك مزيان، كيبقى تضارب. دابا خاصنا نجربوا الحاجه، لا جربتها غنحكم، ما جربتهاش ما نحكمش. ضروري نجرب، ما نقدرش نحكم كيف ما اللحوم البرازيليه باقي ما جربتهاش ما نحكمش عليها. كاينين يعني شي حاجه وحده ما اقتنعش بها، اذا كان جبد الثمن كما قلتي دير هذا اللهم سلعه بلاد. هذاك الشيء اللي كاين، اللهم نبيع سلعه بلاد، خاصها تكون اول حاجه تكون ناقصه في الثمن، حيت كيف ما دابا كيف ما قرينا مؤخرا بانه غيكون دعم ديال 500 درهم، يعني اللي دخل واحد 10,000 راس غيعطيو دعم ديال 500 درهم للخروف، يعني خاصها تكون ناقصه في التكلفه ديالها. لما كانتش ناقصه نفس الثمن، اللهم نبيعوا ديالنا ونشجعوا الفلاحه ديالنا ونشجعوا الكسابه ديالنا، علاش غنشجعوا الفلاح الاسبان وتبيعوا ليه؟ شجعوا المنتوج ديالنا. هذاك اللي ما عنديش كون تيكون في الوزن بحال السردي بحال هذا الخير. جميع الاوزان فيها. الله كلشي. شوف راه هاد الاغنام هذه ديال الصبليون راه كيف ما كنعرفوا راه ماشي 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 حديثه باش غتدخل، راه كاينه في المنطقه ديال الغرب. العريش، القصر الكبير، سيدي سليمان، كاع دوك النواحي كيكسبوا ديك الماركه ديال المينوروس، كدير كتصل حتى 120 124 130 140 كيلو كتوصل في الوزن ديالها. غير هي حاليا اللي دخلت عندنا المغرب حاليا، اللي كيف ما قلت لك هذيك المره دخلت في رمضان وقبل من رمضان، يلا كاينه 45 40 حتى 50 كيلو هي اللي كاينه حاليا. خويا داري بالنسبه للاشمنه اللي كاين تضارب دابا حاليا في الحقيقه هي 65 درهم. 65 درهم من النقاء وماشي العيد. هذاك الشيء ديال كما تيقولوا مناسب. غتشريه وتديه دابا وتخليه عندي واحد السيمانه اضعف سميتو كما نقولوا اقصى تقدير هو 10 ايام، نشد لك الحولي 10 ايام. من هنا لراس الشهر ان شاء الله غنبداو الاجراءات ديال البيع ديال موسم عيد الاضحى، غتدخل السلعه ديال العيد. عاد باش هذيك الساعه كيبداو يتحدوا الاثمان كيف ما كتعرف، حنا راه كنمشيو على واحد الثمن اللي هو مرجعي، راه ما كنديروش الثمن ريوسنا، كنمشيو واخا نجيبوا الغلا تقام علينا ب 80 درهم، ملي كنجيو كنلقاو لي سوبر مارشي والاسواق اللي هما معروفين مرجان ازمه كيديروا لا داروا 60 درهم غنمشيو معاهم 60 درهم، راه ما يمكنش هما يديروا 60 درهم وحنا غنديروا 80 درهم.
راح راه كيكون بحال كنقولوا ثمن مرجعي صافي كيحكموا عليك راه ما يمكنش انا غنبيع ب 80 درهم وواحد حدايا غير هنايا في الاخر ديال الشارع كيبيع ب 60 درهم راه كنشريو الغلا وكنبيعو معصه وكنشريو الرخا ونبيعو معصه داكشي اللي دابا هما واش داير هذاكشي اللي كاين يعني نتوما كيكون شوف 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 باش نجيك باش نجيك من الاخر خلاصه القول كاينه واحد المناقصه كدار اللي كتسمى الكونترا ما كيعرفوها الحريفيه هاد الكونترا هادي اغنى موجهه موجهه للعسكر العيد ديال العسكر هادي كتوقع فيها واحد المناقصه يعني بحال ما كنقولوا كيوقع فيها كنقولوا الدلاله شكون اللي غيشد هاد المارشي مثلا المارشي كيتشد ب 60 درهم مثلا اللي يشد المارشي باش يشري الغنم للعسكر تشد ب 60 درهم يعني هذيك 60 درهم راه ثمن مرجعي ديال الجمله ثمن مرجعي ديال الجمله كنقول لك يعني كاع الفلاحه غيبيعوا ب 60 درهم بالجمله يعني الا باعوا ب 60 درهم حنا راه غنبيعوا ب 70 درهم هنا كتزيد التكلفه ديال الصير ديال الاعلاف ديال داكشي هي غتصل 70 درهم هنا عرفتي اللي بغيت نقول كما كنقولوا حنا الحريفيه الكونترا هي اللي كتحكم على الصوت الكونترا هي اللي كتحكم على السوق وما غايقولهاش لك شي واحد اخر حتى واحد ما غايذكر لك الكونترا هضروا حيت الكونترا باش ما داز الكونترا كتزاد 10 تنقص 10 على الثمن ديال الكونترا سالينا حتى ولا ما تبقاش كتنصب واخا تبغي تنصب الثمن ديال الكونترا هو باش كيتحدد السوق السلام عليكم يعني الا بغيتي شبي كاع شكون تيجي كيشطر واعر حاكم السوق كما قلتي بزاف الراس ديال هذاك مرجع دابا حتى الحريفيه اللي كيبيعوا بالجمله داكشي حاليا كيتسناو تدوز الكونترا ما يقدرش يبيع ويشري معاك على العيد لا دابا حتى حنا ما نقدروش نشريو ومني غنمشي دابا يحسب لك 70 درهم غناخذ انا ب 70 درهم شحال بدي كدوز الكونترا كيولي بحال واحد الثمن مرجعي ومن وراها كيبداو يخرجوا الاثمنه في الجرائد التصريحات ديال الحكومه داكشي كيقول لك بان السردي غيتراوح ما بين 65 70 ملي كيقول لك ما بين 65 70 يعني كل باش غيبيع تقدر تبيع ب 65 تقدر تبيع ب 68 تقدر تبيع ب 70 على حساب عاوتاني راه كيف ما قلت لك كيف ما العام اللي فات الا بغيت تحاولي يكون مثلا فيه 100 كيلو اسنان الحليب ولا 140 كيلو اسنان الحليب ولا تنك هذا راه الثمن ديالو كتكون التكلفه ديالو باهظه ولا بغيتو البيع ولا في نفس الوقت كيكون حل يعني دابا اسنان الحليب والتنك مطلوبين كما كنعرفوا اكثر الناس تقريبا المغرب كامل غنقول لك تقريبا المغرب كامل كيجي كيقلب على التنك واسنان الحليب هما اللي مطلوبين في العيد نيسنا الحليب قليل الرباعي ولا سداسي ولا جامع تيقول سمح لي صافي هذاك الرباعي والجامع كاينين مواليه كاين سالم الهيبه تيقول مواليه كاينين القلال كيبغيو رباعي وسداسي وداك الشيء كيقول لك كيكون ناقص شويه الجهد ديالو من الكوليسترول وداك الشيء وملي كتوجهوا هذه الفئه هذه البقري اخويا عايشه وحق اش كاين البقري اخويا كاين الثمن شويه ولكن الثمن راه خاصو البقري شويه كما كنشوفوا اسمع انا كاين 60 الناس حنا 60 شنو هو البرقي البرقي زعما صاحبك داوي على البقري لا البرقي 60 درهم شمال 60 مزيان شمال مزيان حاليا مزيان من العيد الله من هنا العيد الله بقى بحال ما هكا راه مزيان لا بقات العتبينه بحال ما هكا مزيان ولكن الا فاتت هادشي يقدر يكون ثمن واحد شي من هنا العيد يقدر يكون بحال البرقي بحال الصرد ما غيبقاش بيناتهم فرق بزاف غيولي ثمن واحد ما غيولي ثمن واحد شوف برقية قليلة هاد العام جاي البرقي قليل راه كما كنشوفوا السواق كنمشيو البرقي قليل حيت عليه كان عليه الطلب ثلاث سنوات كان عليه الطلب بشكل رهيب البرقي قليل الثمن ديالو تقريبا ما فاوتش بزاف هو والسردي ما كاينش فرق بيناتهم بزاف 100 ريال شنو 100 ريال كما كنقول لك في العيد يقدر ما يبقاش هذيك 100 ريال حتى ما تبقاش يقدر يولي ولكن كاين شويه واخا قليل من هنا كاين ناس حيت كاين الدراوي شي عيبهم الصغير عاد راك عارف دابا اللي بغيت شوف العرض والطلب ما غنشوفوه حتى تبدا ل 20 يوم ولا 25 يوم دابا راه كاع هادشي اللي كنشوفوا دابا راه تكهنات وداك الشيء ولكن كاين الناس راه كاين واحد كاين واحد الفئه من الكسابه راه يبان لي داك الشيء ما مسلكوش ما يبيعش عنده الربح ويقول لك رد للدار والله على دابا العام اللي فات ما بقاتش الغنم ما بقاتش انت جيتي شتي الغنم ما بقاتش الناس ما غنحاولي ما كاينش ولكن دازت يومين من وراها هذيك الغنم منين جات يومين من ورا العيد هذيك الغنم منين جات راه كانت في المغرب ما جبناش بشي بلاصه اخرى راه كاين اللي ما عندوش ربح يبيع في العيد كيقول لك تيفوت العيد ونبيع وانا مرتاح حتى يفوت العيد وعليه الطلب من ورا العيد يومين ولا ثلاث ايام كلشي كيقلب على الغنمي كلشي باغي الغنمي الجزاره باغي الغنمي راك عارف مع دابا العيد كيتلاقى مع العطال من ورا عيد الاضحى كتكون العطله يعني الغنمي مطلوب في الطرقان
كلشي كيبغي يشوي الغنم كيشوي كلشي كيبغي الكوطليط هذو كاين اللي كيقول لك انا نخلي الغنم ديالي من بيعه الورا العين ونبيعها بالثمن واحد عاد يشكرك واش كل المغاربه خويا رساله لك شوف عندي في شقين الشق الاول الناس اللي عندهم متعايدون ما يتساوش الفقراء الدراويش والناس اللي ما تخافش الله اللي يربح يربح يخروف يربح مع الناس ولكن يضمنهم على الاقل المليح شي واحد قضيه في النقطه اللي كتجي ديال الارباح وهذا الشيء هذا العام الربح محصور الربح محدود علاش حيت كاين الغلا ما خلاش لك فين غتاكل كنا كنبيعوا ب 40 درهم وكنصوروا الخير والبركه لا خصوصا في عام ديال الكورونا كنبيعوا ب 40 42 درهم السر دي كان ب 45 درهم 48 درهم وكتصورنيش ودابا هذا العام ما خلاوش لك يلاه كدير واحد لا ماغز واحد شويه باش كتقول اللهم نحرك الفلوس والمغاربه الله يوجد لهم ويبعدوا من كيف ما كنقول بعدوا من الاسواق العشوائيه راه كيما كنشوفوا دابا حنا في السوق راه كاين اثمنه خياليه في السوق ربما الكيلو راه كيبان لنا مرفق شويه بمقارنه مع السوق راه كتمشي للسوق كيضرك راسك والله يوجد لهم والله يكون معهم والناس اللي عندهم يتعاونوا مع اللي ما عندهمش اللي غيشري واللي غيشري ب 140000 يشريها واحد 100000 و40000 يعطيها لشي واحد ويشري لشي اخر عطا الله موجودين موجودين البلاد ما يدير الخير هنايا قبل ما يقوم الامل ديالو يعني كنغير وبحال نبيع وشري شي مال كنغير بحال شويه بدي بيع السلامة الناس اللي مش حاجة طيبة شوف النقا كاين العلف كاين بنادم راه ما يمكنش غيدوز عام تمارة باش السمعة ديالو تخسر غير هو اللي كيوقع دابا خاص بنادم من ورا الذبح من ورا الذبح هذه الأضحية أول حاجة خاص الذبحها بواحد النية خالصة لله ثاني حاجة منين ذبح هذاك الحولي ما ترخاش عليه يعني تا الغدا ونقرض ولا شي حاجة كما كنعرفوا الحرارة راه حنا واقفين صحاح وكنخنزوا عاد باش الحم ما يخناش هذاك اللحم مني في العشيه وعطيه واحد 6 سوايع ديالو قرضو ديروه في الفريغو من وراها بدا تقلب كل ساعتين قلب باش هذاك كيف ما كنعرفوا حنا راه كندكوا اللحم في الثلاجه كنساو مره الراقب راك عارفين الضو كيتقطع شحال من حاجه هو هادشي اللي كنقولوا اخويا الله يوجد هذا العيد ليهم ولينا الله يكمل بخير وعلى خير راه حنا كنخمو العيد كثار من المواطن راه حنا كنخمو خاصك تجيب غنم خاصك خدامه خاصك مكازه باش كتكريها خاصك علف راه شحال من حاجه كنوجدوها قبل ما نبداو نبيعو ونشريو كنوجدوها باش نبداو نبيعو ونشريو اما المواطن راه كيعرف غير يجري يوجد هذيك الامانه ديالو كيشريحو حنا راه من دابا حنا كندورو خاصنا نعرفو السوق ونعرفو اش غايدير واش غايطلع ولا غايهبط هادي هي المورال هذا باش كلشي يعطيو حقو للسيد الخير شحال الخير شحال هذا ماشي انا خويا كيدوز 55 60 درهم 55 60 درهم 55 كاين 55 كاين 60 حيت دابا شوف كاين هاد الصغار هادو كيدوزو ب 60 درهم قل من 20 كيلو ب 60 درهم فوق 20 كيلو ب 55 درهم فهمتيني هادو دابا فيه شي 16 كيلو ب 60 درهم لا واحد بني منال ماشي نقول لك جبل باش نقول لك شي واحد جبل مشيت انا للجبل وشريت من الجبل كنمشيو لبني منال كنشريو من الفقير لصالح ولا بني منال كنجيبو منها يقول لك شي واحد مشيت جبتو من الجبل كذب عليك اكدو ما صراحه من بني منال ولا لا ربعه فقير لصالح كيجيبو من الناس تما كنشرو من السوق الله يحفظك خويا الله يبارك فيك الله متابعي ومشاهدي جريدة شعبير صراحة وصلنا لنهاية هذا البث ما علينا إلا نستودعكم الله في بشر آخر إلى اللقاء.